ماشي مش هرد عليك يا بيئه. تيجوا نلعب افلام؟ انا بحبها قوي، انا بحب الافلام. مش نلعب افلام يا قطاطا؟ ايه افلام ايه؟ يعني نمثل فيلم وحد يجاوب، فهمتي؟ بسمع سيما يقعد ينزل في حضرتك في السيما بالليل؟ من حلاوتك قوي هينزلوكي في السيما في الصيف. يا بنت سعيدة، هو انا راح قلت لك حاجة؟ انت يا بنت المرضى اللي يا بنت. طب ممكن تسكتوا بقى؟ ممكن تسكتوا عشان نبتدي اللعبة؟ انا همثل، اوكي؟ مثلي؟ طلعتي ناري؟ هتتعرفي السيما؟ قطاطا يعني هشرح الفيلم وانت تجاوبي، اوكي؟ طيب. ركزوا. ماشي. ها؟ ايه ده؟ ليه ده؟ انا المفروض ما اتكلمش، بس هتكلم عشان افهمك. دي يعني الفيلم من كلمه واحده، فهمتي؟ ايوه. اوكي. ايوه. ها فيها الف ولام؟ الخادمه. تدال العصر بيحب، شفتي؟ عرفت شغلتها على طول. لمي نفسك يا ولية، انا خدامه بس بشرف. لا ده خدامه، ده بس بتتهرس كده في الشجر. يا مسجونه، يا ليكي ملف. ملف؟ ملف اللي بتروحي الغابه. الغابه اللي خدوكي في البوكس. بوكس. يا بس يا ابني ايه؟ احنا دايما ممكن يا ابني. حرام عليكي يا عواطف. دموع التماسيح. طنطا خلاص ما تعيطيش، انتي هتلعبي دلوقتي. اذا سبتك بامك وهي بتعمل كده على جنب والموز. ما تقصدش. يلا بقى فكي كده وفرفيش عشان الدور عليكي. انا اللي اعمل افلام؟ يعني اختاري فيلم ومثليه. ماشي، اختار العزيمه. ليه بتقولي انتي؟ ليه بتقولي العزيمه؟ ليه قلتي العزيمه دلوقتي؟ ليه المفروض تقوليه كده شرح؟ بصح؟ ايوه اشرحي بس ما تقوليش ببق. ماشي. ايه؟ اختاري لنا عزيمه. يا قطاطا من غير كلام، حرام عليكي، من غير كلام اشرحي. مش شفتيني عملت الخادمه بتغسل؟ خلاص يا ماما. يلا قولي فيلم تاني. خلاص العزيمه دي سمعناها، خلاص ما تقوليش عزيمه. لا تعالي يا جماعه. ها يا جماعه. كلمه واحده يا جماعه. ما تقوليش حاجه خالص يا قطاطا، اسكتي. كلمه واحده. ها طب يلا اشرحي. اشرحي. الشيمه. عايزه تشوفي، انت يا بنت اللي مهروسه في الغابه، بس مش هو برضك الفيلم. احنا غلب حمارنا، مش عارفه اجاوب. مش عارفه الفيلم؟ ما انت يا حماره؟ لا. الفيلم العزيمه. تاني؟ معلمة. انا مش قلت لك اختاري غيره؟ ما انا مزاجي اختار، انا عايز اوديك خطه. قلت لك ما تلعبش معانا، انت اللي صممتش انها تلعب معانا. وانا حبيت عايز اعرفك السر بتاع الخدعه بتاعت اللعبه. بوظتي اللعبه يا قطاطا. لعبتي دي اللي بوظت اللعبه والمصحف. انا ما بوظتش حاجه، الهي يطلع لك فسفوسه تحت بطك وتمشي عامله كده. بالله بصي، هو ريحتها وحشه كتير من بيبيع العود. بصي دي بتجيب سطحيه؟ سطحيه؟ عواطف. والنبي عواطف؟ ربنا يتقي منها ان شاء الله. انت اللي يكرهني يعمى ما يشوف. خلاص بقى، بس كفايه بقى، زهقتوني. عواطف امشي. كده برضه يامي؟ معلش تستغني عني انا وتخني دي؟ اطلعي بره يا عواطف.